يا صباح النور والسرور، صباح الخير للحلوين، الله يسعدكم يا رب العالمين ويعطيكم كل الخير والسعادة والوفرة على بداية السنة الجديدة إن شاء الله، ويحقق أمانيكم عاجلا وليس آجلا. طبعا اليوم راح تكون قراءة التارو، أي هي كرة الملائكة اليوم، يعني ما راح تكون قراءة مفصلة عن المستقبل وعن الأحوال، لا، هي قراءة الآن أنت بحاجة أنك تسمعها، يعني كروت ونصائح الملائكة لك في هذه الفترة، تمام؟ يعني ما تحتاج أن تسمعه أنت الآن، إحنا راح نقوله لك، تمام؟ قبل البدء لا تنسى أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان طبعا دائما وأبدا يوصلكم كل جديد، ويا هلا ومسهلا بالناس الجدد إن شاء الله، مرحب فيكم في القناة. طبعا السحب الأول هو قراءة الحجر الأزرق، والسحب الثاني قراءة الحجر البنفسجي، أو بحسب اختيارك لطاقة الحروف، طاقة الأحجار، إيش أنت تبي، يمين يسار، اختار. أوكي، خلونا نبدأ بالقراءة رقم واحد، قراءة الحجر الأزرق. خلونا نشوف ايش الرسالة اللي انتم محتاجينكم تسمعوها هذه الفترة، ايش رسالة الحجر الازرق، ما تحتاج ان تسمعه هذه الفترة. تقول لك القراءة حان الوقت، حان الوقت اللي ايش؟ حان الوقت انك تعيش سعادة، حان الوقت انك تفرح، انك تسعد، انك تشوف حياتك، حان الوقت للتغيير. يعني خلاص وقفت حياتك 2022 2023، تقول لك القراءة ابدأ السنة الجديدة بطاقة إيجابية وبطاقة حسنة، يعني لا تحاط بالناس السلبية والناس السامة اللي ممكن انها تستنزف طاقتك. اوكي، حاول انك تبتعد عن الناس يعني السامة، الناس اللي اصحاب المصالح، غير من نفسك، غير من طاقتك، حب حالك. تقول لك القراءة يعني لو مو ايديال، وهناك شيء قادم لك للأفضل إن شاء الله. نعم، حاول إنك تبتعد عن كل الطاقات السلبية، كل الطاقات السلبية، كل الناس السامة، كل الناس ما بتخاف الله. سوي تصفية. هالمرة صاحب هذه القراءة مسوي، راح يسوي، إذا أنت مو مسوي راح تسوي في القريب العاجل تصفية لبعض العلاقات اللي حوالينك، تمام؟ هذول الناس ما تحب لك الخير، سواء كنت في علاقة سامة، سواء كنت مع رجل نرجسي أو أصحاب سامين أو ناس ما خافت الله فيك، أو يعني زملائك زميلاتك في العمل. طبعا هي قراءة عامة ما نقدر إن نحددها، تمام؟ لكن بقولها لكم إنه ترى الناس هذولا ما يحبونكم صدق، ما يحبونكم، عرفتم؟ محتاجين إلى الاستقرار، ستشهد حياتك استقرار رهيب جدا إن شاء الله على 2024. أنا شوفوا طاقة نصح وإرشاد وطاقة حماسية، زي الشيلات الحماسية هذولا، طاقة حماسية لكم عشان أعطيكم نوع من الفايبريشن، يعني هذولا الطاقية إنه أحمسكم، إنكم تحطوا في قلبكم شيء حلو إيجابي، إنكم تبتعدون عن 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 ال عن الحزن والانطوائية والجلوس في الوحدة والطاقة السلبية اللي تتأثر عليكم. ترى أحيانا مو بس الأسحار هي اللي تأثر عليكم، ترى حتى الطاقة السلبية قاعدة تأثر عليكم، يعني الحزن والكآبة والانطوائية يأثر عليكم، الناس اللي عندها طاقة سلبية تأثر عليكم، فابتعدون يعني الناس اللي قلوبها سود. أوكي، شوفوا لي ناس حلوة، ولا شوفي نفسك أحسن لك، أنا ما أنصحك تشوفي الناس حلوة. راجع لك شخص من الماضي، يمكن هذا إكس بيحاول إنه يتقرب لك، بيحاول إنه يرسل لك رسالة، بيحاول إنه يجرحك، يعني لا مو يجرحك، أنا آسفة ما عرفت أعبر، يخدش الجرح اللي أنت تبتدين تبرين منه، يعني هو بيجي يحير الجرح اللي بديتي تستشفين منه، يبغى لا يبغى فهمتي، يبغى يحير الموضوع، يعني يرجع الموضوع. راجع، ولكن رجعته ما هي صادقة، رجعته بس يعني ممكن انه اشتاق لك او شاف تغييرات في حياتك. انتبهي لي، الله يسعدك وخليكي انسانة واعية وعيونك مفتحة. تقولك القراءة راح تنتظري، انت تنتظرين إشارة من الله، إشارة سفر، إشارة قبول تأشيرة، إشارة صفقة معينة، إشارة شراء بيت، عندك في خاطرك تشترين سيارة، ايش في خاطرك انت
راح تجيكي يجيك تجيكي تتحقق لك هذه الأمية إن شاء الله. تقول لك القراءة أنت تنتظرين إشارة من رب العالمين وجايتك بإذن الواحد الأحد. تقول لك القراءة إنه يعني كروت الملائكة إنه الوضعية اللي أنت فيها ما راح تكملي فيها، يعني السوء أو الحزن أو الانطوائية اللي أنت فيها راح تتحول إلى فرحة، راح تتحول إلى حزن. إذا أنت وحيد راح تصيرين مرتبطة، إذا أنت مرتبطة راح تحملي، إذا أنت حامل راح تخلفي الثاني، إذا أنت خلفتي الثاني بتخلفي الثالث. إذا تبون يعني مركزين حاطين فوكس على طاقة السفر، فالسفر جايكم لا محالة، سفرتكم قريبة. وللناس تقول لي ما أقدر أسافر، ليش حبيبتي؟ ليش ما تقدري تسافري؟ استقبلي طاقة المال والوفرة والسعادة، وبإذن الواحد الأحد بتسافرين غصبا عن الجميع. تبين تسافري تغيري جو، تبين تقيمين برا البلد، السفر موجود وعندك إن شاء الله. صحتك كذلك، تهتمين شوي بصحتك وتبتعدين شوي عن التوتر. متوترة كثير الفترة اللي فاتت، 2023 كان كلها توترات، وحتى 2022، لكن إن شاء الله 2024 الهدوء السكينة راحة البال. تسوين سياسة انتقاء، يعني تصفين الناس الغلط في حياتك، ترمينهم تكبينهم بزبالة، وتجيبين للناس الحلوة اللي طاقتهم جميلة. عندكم شيء حلو راح يسركم إن شاء الله. تمام، تقول لك القراءة تراكي روحانية، انت روحانية، عندك الحاسة السادسة، سيزيام سونساسيون، يعني عندك الحاسة السادسة، عندك ذكية جدا. تقول لك القراءة حاولي انك تشغلي الذكاء اللي عندك في اشياء صالحة، في اشياء لمصلحتك، في اشياء يعني تكون عرفت شلون، يعني شيء لصالحك انت. يعني لا تحطي طاقتك والإنرجي حقك في أشياء لا تعنيكي، أو يمكن في أشياء ما راح تفيدك أو ما راح تتمصلحي منها. يعني كوني مصلحجية، كوني أنانية لمرة في حياتك، كوني إنسانة أنانية، فكري في نفسك يا عمري. أوكي، جايك عرض، جايينك عروض، مو بعرض واحد، جايينك عروض كثيرة. وتقولك القراءة سبحان الله، ربي راح يختار لك منهم الإنسان السوي والصادق. راح يجونك عروض كثيرة، ما هو بعرض، ما هو باثنين، ما هو بثلاثة، معجبينك كثر كثر كثر، ولكن سبحان الله سبحان الله إنه ربي راح يحطك في الدايركشن الصحيحة. تمام، وراح تلاقين توأم روحك اللي بيعبر لك عن الحب، إكسبريمي فوتغ أمور، يعني هو راح يعبر لك عن الحب، وفي نفس الوقت أنت راح تعبرين له عن الحب. تقول لك لونسي فو فيت لو بروميي با، يعني في حالة انت سويتي خطوة لهذه العلاقة وهو سوى خطوة ما راح يفرق. اوكي، في كل الاحوال راح تعبرون عن الحب او ربما عن الاعجاب. والعلاقة هذه محتاجة الى بعض المجهودات، يعني الشخص هذا راح يسعى لك عشان يوصل لك. بلاش تسعون على الرجال، بلاش يا رجل، بلاش تسعى على المرأة، والله نصيبك تاخذ غصب عن الجميع وكله باذن رب العالمين. ما تقدر تاخذ شيء إلا بإذن الله العلي العظيم. ف اسمحوا لي بقول لكم، أنتم بتسعون على هذه العلاقة وربي رح يأذن لنا ييسر فيها أموركم، في تسيرات بالعلاقة بشكل رهيب جدا. إيش ممكن نعرف أكثر شيء كنصائح ملائكة لأصحاب هذه القراءة؟ عندك أعداء، أنت راح تكتش فيهم الأعداء هذولا، هذولا من العائلة، عندك أعداء من العائلة راح تكتش فيهم، راح تعرف من هم اللي يحبونك ومن الناس اللي ما بتحبك. في عندك مراقبين أشرار ما يخافون الله، هم اثنين بنات، يعني ممكن إنها يعني في ممكن إنكم في نفس الأعمار. أوكي، بس أشرب موية. الأسابيع الجاية جايتك فرحة، أنا ما بقول لك فرحة إيش، بس أنت فرحة أنت منتظرتيها، فرحة منتظرتيها، فرحة خطوبة، فرحة سفر، فرحة أوراق، فرح الله أعلم. تقول لك القراءة دون لي بروشين سيمين، يعني في الأسابيع الجاية إن شاء الله أنت تنتظرين في حاجة راح تتحقق لك، ولكن راجع لك القرار بالقبول أو بالرفض، يعني سادي بونت بو، يعني as you like you. أوكي، يعني زي ما أنت تحبي، تبين توافقين تبين ترفضين، هذا القرار بيكون راجع لك ان شاء الله، والاختيار لك طبعا.
محتاجة مديتيشن، محتاجة انك تصفي ذهنك شوي. ذهنك قاعد يشتغل الفترة هذه، عندك اوفر ثينكينج رهيبة جدا. يعني اقصى ما يمكن انك تحاولي تقعدين في مكان هادي، تسوي المديتيشن، تسوي صلواتك، استخاراتك، تسوي تقرين قرآن. محتاجة الى الهدوء الفترة هذه. ممكن انك طالعة من ما اعرف، طالعه من شغل يعني قوي، طالعه من ستريس قوي، طالعه ان شاء الله، بس محتاجه الى فتره استرخاء. روحي سنتر، سوي لك مساج، سوي لك شعرك، سوي لك، اهتموا بنفسكم. لانه انا عارفه البنات كلكم يعني ما ترتاحوا غير لما تسوون حاجه تجميليه، يعني حتى تسوي شعرك، حتى تسوي شعر الكيرلي يعني انت ترتاحي نفسيا، اوكي، حتى تسوين شاور يعني بترتاحي. طيب هنا عندك فراغ عاطفي رهيب جدا، يعني هنا فراغ عاطفي على فراغ جنسي. يمكن البعض منكم طالعين من علاقة زواج، تحسون بفراغ عاطفي، فراغ جنسي، فراغ حب. ان شاء الله يا رب راح يعوضكم رب العالمين. تقول لك تخيب يانتو معناها سوسون، يعني بيكون في عندكم عوض ان شاء الله. واعتذار بالنسبة للناس اللي قاعدة تنتظر اعتذار، هناك شخص راح يحاول انه يعتذر لك. لكن خليني اقول لكم بس شيء واحد، لا تسوون الحرام. يعني لو مو اوكي فراغ وكذا وكذا وكذا، بس لا تسوون شيء ما يرضي رب العالمين. خلوا سووا لكم اشياء ترضي رب العالمين عشان ربي يبارك لكم في حياتكم، تمام؟ هذه بس القراءه والله العظيم رقم واحد. شكرا لكم، هذه كروت الملائكه ايش طلعت لكم. طبعا لا تنسوا لكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس طبعا عشان دائما وابدا يوصلكم كل جديد. وخلونا ناخذ قراءه رقم 2. اهلا وسهلا باصحاب القراءه البنفسجيه، يا هلا وسهلا فيكم جميعا. خلينا ناخذ ما القادم، يعني ايش الكروت الملائكه ايش تنصحكم الفتره هذه، التوقعات الملائكه لكم ان شاء الله. اوكي، في سيباراسيون، يعني في عندكم سيباريشن هنا. ممكن انتم منفصلين، ممكن عندكم شيء يعني مؤذيكم عاطفيا. طيب ايش بعد؟ تقول لك القراءة تستحقين الحب. يعني حرام انه يصير هذا الشيء فيكي. انا ما بقول لك يصير في يعني حرام يصير فيكم هذا الشيء اجمع، لا، اقول انا حرام يصير فيك هذا الشيء، حرام تتأذين نفسيا. انت تستحقين الحب، تستحقين انك تنحبي وتحبي، وان واحد يحبك ويعزك ويرزك ويعطيكي ايش تبينه، اوكي؟ فاذا انت في علاقه شوي فيها تعب والقلق وما حسيتي بقيمتك، اطلعي منها، يمكن الانفصال ارحم لك. واذا انتم متهاوشين باذن الواحد الاحد في عندكم رجعه قريبه جدا، اوكي؟ ممكن سوء فهم ولكن الرجوع موجود ان شاء الله. في اتراكشن، في تخاطر، في يعني كلام في القلب ما انقال، في اشياء كثيره ما 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 صرحتم فيها. ان شاء الله لكم الفرصه انكم تعبرون عن الحب اللي في داخل قلوبكم، تمام؟ ممكن انظلمتم في هذه السيبريشن، يعني ممكن انظلمتم في هذا الانفصال، ولكن في اتراكشن، في تخاطر، في يعني تفكرون في بعض انتم. انتم بتفكرون في بعض، في مراقبه مستمره ما بينك وبينه، قاعده تفكري فيه ويفكر فيكي، ما اعرف. بس انا اللي طالع لي كذا، سواء انتم انفصلتم من قديم او انفصلتم من جديد، او انتم حصل بينكم سوء فهم، رجوعكم موجود، اوكي؟ طبعا اتكلم عن نسبه كبيره، نسبه قليله انتم تستحقون الحب. فيا ريت تاخذون واحد متفهم، ما تاخذون واحد متعصب. عندكم سفرة، كروت الملائكة تقول لكم إن شاء الله عندكم سفرة ممكن تغيرون فيها جو، ممكن في أحد راح يجي يسافر لكم عشان يعتذر لكم، الله ورسوله أعلم. لكن على العموم في طاقة اعتذار وهدية للناس اللي تفكر إنها تصالح أحد أو أحد يصالحها. في عندكم توأم روح، التوأم الروح طلعت لي كثيرة بالكروت، يعني ممكن إنك أنت يا إما تدورين على توأم روح أو أوريدي توأم روحك موجود، ولكن يعني الى حين اشعار اخر، يعني ممكن انه صاير بينكم انفصال وبعض سوء التفاهم. راح ينحل سوء التفاهم يا حبيبتي، راح ينحل والله العظيم راح ينحل.
فكري في نفسك، كوني أنانية عفوا، فكري في نفسك، شوفي حياتك، شوفي أمورك، شوفي إيش تبين وإيش ناقصك وإيش زايدك، حياتك راح تتحسن، ظروفك هذه ما راح تقعد كذا، وحدتك وانطوائيتك وانشغالاتك في الغير ما راح تكون، لأنه هالمرة راح تنشغلي في نفسك، راح تتمصلحي في روحك، يعني خلاص في ناس كثيرة كلت من يدك ومن خيرك وسبتك، ففكري في نفسك. عندكم ممكن انه شوفوا ما تاخذون الاشياء بسهوله، انتم في يعني تاخذون الامور خلينا نكون صريحين، انتم من الناس تعطي وتسهل امور الناس وتسوي كثير اشياء، لكن المشكله انه مع الاسف الناس ممكن تشوف خيرها وتحسدك، تشوف خيرك وتحسدك وما تذكر الله، انتم دائما محسودين، وراكم دائما الحسادة والكلام، وراكم دائما الناس تبي تتكلم عليكم، تبي تعرف اخبارك وتبي تشوف ايش ناقصكم وايش زايدكم، يعني اقول لكم خبوا نعمكم على الناس، كل ذي نعمة محسود، والله العظيم انه كل ذي نعمة محسود. يقولون واما بنعمة ربك فحدث، اوكي، لكن انا ما امشي مع الاسف، يعني انا اقول كل ذي نعمة محسود، والواحد انه يسوي واقضوا حوائجكم بالسر والكتمان على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا عندك فرحة أو تبي تسوي شيء سويه لنفسك وافرح لنفسك، مشكلتك تشارك فرحتك وسعادتك مع الناس اللي الغلط، أوكي؟ أنت بتشارك فرحتك وسعادتك مع الناس الغلط، فنصيحة لكم ولوجه الله الله الكريم إنكم تحفظون نعمكم وتدارونها على عيون الناس الحاسدة والحاقدة واللي ما بتخاف الله فيكم، وما بتخاف الله أصلاً، هي ما هي فيكم بس ما بتخاف الله، أنتم محيطين بناس سامة وناس حاقدة حاسدة تنظر في نعمكم. هذا نصيحة لكم كذلك، يعني نصيحة الملائكة، نصيحة من أمسك، اعتبروها زي ما تعتبروها، حبكم جاي، سعادة جاية، إذا عندكم ارتباط أو رجوع حبيب أو ما أدري أنا، لا تقولين الأحد، خلوا الموضوع سري تام بسرية عشان يصير، أوكي؟ لأنه مشكلتك أنت بتشاركي فرحتك للناس ثم تنتكبي، الفرحة يسمعونها لكن ألمك ما يحسونه، ألمك يشمتون فيه، ألمك يستلذون بألمك وحزنك، فليش نخلي كذا إحنا؟ الناس ما بتحب لكم الخير، مو كل الناس تحب لكم الخير، في ناس تحبكم في ناس تشمت فيكم، وإلا من رحم ربي الناس اللي بتخاف الله، تمام؟ فخلينا أقول لكم هنا جايكم حب، جايتكم سعادة، إن شاء الله بتكون جاهز إنك تدخل في علاقة رسمية هذه المرة، سوى مع الشريك اللي أنا ذكرت لك إياه، سوى في علاقة حب جديدة إن شاء الله، يعني في كل الأحوال تراكي كاسبة كاسبة، تمام؟ أصحاب المصلحة، دي غولاسيون بروفيتابل، يعني أصحاب المصلحة، وأنا سبق ونبهتك، تمام؟ وأنت حرة طبعاً، يعني أنت لك حرية الاختيار في أمورك، في ناس راح تساعدك، في ناس خير في حياتك، في ناس ممكن انك انت ساعدتيهم، يعني انت مبادرة بالحسنة ومبادرة بالخير ومبادرة يعني بصراحة يعني يسرتي امور كثير من الناس، حان الوقت انه ربي يسر امورك، انه ربي يفرحك. عندكم حب جديد ان شاء الله، او يمكن انك راح تحبي نفسك من اول وجديد، يمكن انه راح تنتعش العلاقه السابقه، لانه في شيء يربطني بعلاقه سابقه لكم، ممكن انها تتجدد، ممكن انها بحله جديده، حب جديد وحله جديده مع نفس الشخص ولكن بطريقه مغايره يمكن للحب، الله اعلم، ما بس انا اشوف انه في شيء جميل، يعني بالنسبه للناس المنفصله او الناس اللي من العلاقات الصعبه والمعقده، ربي راح ييسر فيها امركم ويفتح لكم العقد عقده ورا عقده. نعم، ايش في خاطرك؟ هل في زواج السنة 2024؟ هل بأسعد؟ هل بأفرح؟ هل حياتي بتتيسر؟ تقول لك القراءة اي نعم ان شاء الله، وعلى نياتكم ترزقون، توأم روحك، قراءة عاطفية بامتياز صراحة، تربط بين الماضي والمستقبل. نصيحة الملائكة لها تقول لك القراءة نعم، ليش ايش فيكي ماسكة انت؟ نعم 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 نعم، يعني هل بتزوج هذا الشخص؟ هل بتزوج غيره؟ نعم، كل أسئلتك بتطابق بكلمة نعم، ما طلعت لي نو بالصراحة، وما أعرف عاد إذا طلعت. طيب، عندكم بعض المشاكل العائلية راح تنحل،
إذا في ممكن ناس في العائلة يمكن تكلمت عليكم أو في مشاكل، بعض المشاكل في العائلة يمكن إنه ما أعرف أب أم أخوان بنات خالات، الله أعلم، بس بتنفك هذه المشكلة. تمام، راح تنفك هذه المشكلة يا حبيبتي. عندكم تغييرات إيجابية كبيرة جدا جدا جدا، التغييرات هذه راح تسركم وتسر خاطركم إن شاء الله. الحب قادم مرة أخرى في طريقه لكم، فكروا لي بطريقة إيجابية. أنتم بتدخلون في مراحل سلم كبيرة جدا، اجلبوا لي طاقة حلوة، طاقة الحب، طاقة الفرحة، طاقة السلام اللي بيدخل على قلوبكم يا رب العالمين. في تغييرات حلوة حتى في يعني في حياتكم راح تبان، ولكن أنا زي ما قلت لكم يعني خلاص يعني اكتموا اموركم، اكتموا افراحكم، مو كل الناس تحب لكم الفرحه والخير. انا عن نفسي اتمنى لكم كل الخير والسعاده، واتمنى انه ربي يفرجها عليكم وانه ربي ييسر اموركم وين ما انتم تكونون، والله لو في الشرق ولو في الغرب، اتمنى انكم تلاقون شريك حياتكم وترجعون وتتيسر. طاقه اليسر وطاقه الوفره يا رب تستقبلوها بكل الخير والسلام الداخلي اللي في قلوبكم، عسى ربي يعطيكم ما تتمنون. طبعا القراءه عاطفيه بامتياز. الله ييسر أمركم إن شاء الله. خلصنا القراءة رقم 2، شكرا لكم وإلى اللقاء.